امرأة حبيت باعتبارك فاقد الأم، باعتبارك ابن البصرة، الحنية والعاطفة جياشة وكذا، وشاب ورحت لبغداد وشفت يعني أكيد أكو هواية. هو السؤال يورط حقيقة. لا مو بعد هذا العمر. ومن اعترف بذنبه لا ذنب له، بما أن الحب زين. من أهم الذنوب حياة الإنسان. زين. فأنا أعتقد أنه أم حيدر اللي هي زوجتي الآن، نعم، يعني الله يعطيها طولة العمر، حبيبتي جدا واحترمها جدا، وما زلنا أصدقاء لحد الآن. يعني أصدقاء، أصدقاء. يمكن علاقة الصداقة أهم، أهم من الزواج. تفاهم هواية، أهم من الزواج. الزواج مؤسسة اجتماعية بها بذور فشل كثيرة عند ما يكون هناك عدم توافق بين المرأة والرجل. هي فاهمتك تقريبا، تحملت منك، تحملت كثير، لكن بالتأكيد المرأة دائما تحب أن تمتلك، يعني هاي المرأة السوية طبعا تمتلك الرجل بطريقة ممكن أن تحسسه بقيمته كإنسان. أي والرجل هم يحب يمتلك، لأن الملاذ الأخير بالنسبة لك كرجل، يعني أي رجل، هو المرأة يعني.